الأداء المغربي صالح حيسو هو أول واحد في التاريخ جرى 10,000 متر في أقل من 26 دقيقة و40 ثانية سنة 1996، ثم في سنة 1997 بورتيرغات الأداء الكيني جرى 10,000 متر في أقل من 26 دقيقة و30 ثانية. سنة 2005 عرفت تحطيم رقم قياسي العالمي ديال كل الأزمنة ديال المسافات 10,000 متر، 26 دقيقة 17 ثانية 53.8 من طرف بكين. السؤال المطروح في 2020، واش كاين شي عداء يقدر يجري 10,000 متر في اقل من 26 دقيقة و10 ديال الثواني، خصوصا ان 2020 عرفت بزوغ وظهور نجم جديد في العاب القوة. العاب القوة ولدت لنا واحد النجم اللي كيحطم ارقام قياسية، هو مبتسم، هو ضحك، كيحطم ارقام قياسية وهو عنده واحد الارتياح في الجري ديالو. يتعلق الامر بالعداء الاوغندي جوشوا شيبتجي، حطم الرقم القياسي العالمي ديال 5 كيلومتر على الطريق 12 دقيقة 50 ثانية، وكان ذلك في فبراير 2020. ثم في أوت 2020 أيحطم الرقم القياسي العالمي كل أزمنة 5000 متر 12 دقيقة 35 ثانية. رجعوا الرقم القياسي العالمي اللي سجلوا بيكيلي في 2005 في 10,000 متر، دار 26 دقيقة و17 ثانية، يعني كل دورة كانت يديرها تقريبا في 63 ثانية. من اجل باش يدير جوشوا شيبتجي رقم اللي هو اقل من 26 دقيقة و10 ثواني، فخصو في كل دورة يدير تقريبا 62 ثانية 80%. امر ماشي مستحيل بالنسبة لهذا الاداء، خصوصا شفنا طريقة باش كيجري مرتاح في 5000 متر، واداء اللي دار كل دورة تقريبا في 60 61 ما بين 60 61 ثانية في الدورة بواحد الارتياح كبير. باش تكون مسافة 10,000 متر بواحد الإيقاع اللي هو أقل من 62 ثانية و 80%، إيقاع سريع ماشي أي عداء يقدر يواكبه، غتكون فرجة كبيرة ويكون سباق رائع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.